شو علم النشاط؟ كل قادة نائب سيد النائب النشيطين اليوم نعود من خلال منشطة المنشط راول كان حاضنات المستقبل باستضافة جمعية بيتشبا بالليبية العام الماضي، وأيضا بداية هذا العام كانت باستضافة الجمعية المضائفية لسياحة الشباب بتونس، استضافت منشط، واليوم الجامعة الملكية لمأوي الشباب تستضيف هذا المنشط، وحقيقة بتنظيم رائع من الجامعة الملكية لمأوي الشباب. وهنا نحن باستضافة الجامعة التي هي تستضيف هذا المنشط وبرعاية الاتحاد المغاربي لجمعية بيت الشباب. اليوم شبابنا وشبيبة شاباتنا وشباب بيوت الشباب المغاربية هنا في دار بيضاء ليتعرفوا على سياحة السياحة، وأيضا يقتربوا إلى المدن ويتعرفوا ويتعرفوا الشباب في الفضاء المغاربي، وهناك يحدث التشبيك وتشبيك الشباب والشابات. أضف الحقيقة الاستقبال الرائع اللي حظينا به كل الوفود المشاركة، وليس على غريب، على إخوتنا في المغرب البلد المضياف البلد الكريم. حقيقة أنا أشكر ملكا وشعبا وحكومة، وأشكر الجامعة الملكية لمأوي الشباب قيادتها الحكيمة التي أشرفت على هذا التنظيم الرائع اللي اليوم الحقيقة احنا سعداء أن نعود يدب العمل والنشاط من جديد في هذا الفضاء المغاربي، ويعود الشباب هنا ويحلق داخل المدن المغاربية إن شاء الله في المدينة في المغرب تحديدا، اللي حينطلقوا حيشاركوا حيزوروا بإذن الله طنجة، مدينة طنجة الجميلة، وأيضا الرباط، مدينة الرباط، وهنا داخل أروقة وزقة الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء. نتشرف باستضافة هذا الملتقى المغاربي للسياحة والترفيه، واللي تقرر في مؤتمر سابق في طرابلس، حيث كلف المغرب باستضافة هذا الملتقى. الغاية منه غاية احنا هدفنا احنا اللي خدينا العنوان وخدينا المبادرة، كان الغاية عندنا منه غايتين. الغاية الأولى هو إبلاغ رسالة ديال حركة بيوت الشباب للشباب المغاربي بصفة عامة، وخاصة للشباب المغربي، لأن حركة بيوت الشباب من أقدم الجمعيات في العالم، وفي المغرب من أقدم جامعة هي الجامعة الملكية المغربية لمأوي الشباب، حتى أن أول جمعية انتسبت الاتحاد الدولي هي المغرب. أول بيت شباب في العالم العربي والإفريقي هو بيت شباب ديال الدار البيضاء اللي كان في 1943، بحيث هذا تاريخ، هذا زخم اللي كنحملوه على كتفنا، خصنا نبلغوه هذا الجيل باش يحمل المشعل ويكون خير خلف لخير سلف. الغاية الثانية هو أننا من خلال الملتقى التعريف للشباب المغاربي، وكاين ضيوف آخرين من فلسطين ومن مصر ومن ليبيا، حتى يتعرفون أكثر على المغرب. المغرب الحمد لله معروف في العالم، لكن ليس من رأك من سامع. بينما يجوا يشوفوا الحركة الازدهارية في المغرب، لا من حيث العمران، لا من حيث التنمية المستدامة، لا من حيث الصناعة، في المغرب الريادة ديالو يلمسوها عن كتاب. كانت هذه الغاية الغايتين. طبعا دعيت الى الملتقى طبعا وفد من الأمانة العامة وكفلسطين، لأن يعني فلسطين كانت في جميع الملتقيات كانت ضيف شرف، ولكن نظرا لظروف الحرب الحالية التي كما تعلمون تتعرض لها فلسطين، وحرب الإبادة والشطب التي يحاول الكيان الصهيوني والعالم الغربي والأمريكا بحاولت طبعا تصفية القضية الفلسطينية، لم يستطع أي حد من الشباب بالحضور والمشاركة. طبعا احنا شاركنا قبل ذلك في الملتقى الأول في تونس،
وكان ملتقى رائع وملتقى متطور ومتقدم، وهذا يعني شيء جميل جدا، تقارب الشباب المغاربي من أجل طبعا كما نعلم الشباب العربي والشباب هم أمل مستقبلنا، أمل المستقبل العربي بإذن الله. طبعا هذه الملتقيات تعزز الثقة وتعزز الدور الكبير الذي يقوم به الشباب، وبأنهم لهم دور في المجتمع وغير متروكين هكذا طبعا لأهوائهم ولأمور تانية التي يحاول طبعا الغرب أن يجعلهم ينخرطوا فيه، الأمور اللي هي تضر بالشباب وتضر بقيمهم وأخلاقهم. هذا يعزز الثقافة، يعزز الأخلاق، يعزز القيم، يعزز الثقافة المغاربية والعربية، كل دولة على حدة، ومجتمعين طبعا دول مغاربيين والدول العربية وصولا للتكامل كاملا إلى الشباب العربي. وكما قلت وأكرر، الشباب هم أمل المستقبل وعماد المستقبل، ولا شيء ولا مستقبل لنا في الأمة العربية والمغاربية بدون وجود الشباب.